متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي سنبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى خلو سماء المملكة من تواجد كميات من السحب أو أي سحب وغيوم هامة في أجواء المملكة. خرائط توقعات درجات الحرارة وتحركات الكتل الهوائية بالقرب من سطح الأرض تشير إلى أن كتلة هوائية حارة نسبيا متواجدة في المناطق الجنوبية الغربية المملكة بدأت تنتشر نحو المناطق الشمالية والوسطى والشرقية المملكة، عاملة على حدوث ارتفاعات ملحوظة اليوم على درجات الحرارة كما لاحظنا خلال ساعات النهار. خلال النهار يوم غد يتوقع استمرار تأثر هذه المناطق جميعها بذات الكتلة الهوائية التي تعتبر حارة نسبيا، حيث تتجاوز درجات الحرارة بها في العاصمة الرياض حاجز 30 درجة مئوية، والأجواء تميل للحرارة في ساعات النهار. يتقدم في حين في الجانب الآخر منخفض جوي خماسيني في المناطق الشمالية للأراضي المصرية، جالبا معه يومي الأربعاء والخميس المزيد من الارتفاع درجات حتى تصل إلى مناطق تبوك والحدود الشمالية وسكاكا والجوف والطريف وأيضا مناطق القريات، بالإضافة لاستمرار تعمق الهواء الساخن الحار في المناطق الجنوبية الغربية، جالبا المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة بمشيئة الله تعالى، وذلك تحديدا يوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع مرور هذا المنخفض الجوي الخماسيني على المملكة الأردنية بمشيئة الله تعالى. أما يوم الخميس وبسبب ذات المنخفض الجوي الخماسيني متوقع أن يتحرك لاحقا إلى الأراضي السورية، يستمر تدفق الهواء الساخن إلى مناطق عدة من المملكة بالإضافة إلى تعمقه بشكل لافت كما نلاحظ، وبالتالي المزيد من الارتفاعات على درجات الحرارة خاصة في القطاع الغربي من المملكة، في حين أنه يوم الخميس يتوقع هبوب رياح قوية جدا في المنطقة الشمالية من المملكة. هذا الارتفاع في درجات الحرارة يبلغ ذروته خاصة على المناطق الوسطى يوم الجمعة على وجه التحديد، وذلك في ساعات النهار قبل أن تندفع كتلة هوائية باردة جدا قادمة من الأراضي الشمالية للمملكة نحو المناطق الوسطى ومصاحبة لموجة كثيفة من الغبار بمشيئة الله تعالى اعتبارا من ساعات ما بعد ظهور يوم الجمعة. هذه الخريطة التوضيحية تشير إلى عبور جبهة هوائية باردة، حيث أننا هنا في طقس العرب نراقب احتمالية عبور جبهة هوائية باردة تجلب موجات كثيفة جدا من الغبار قد تصل إلى حد عاصفة رملية واسعة النطاق. يتوقع أن تعبر هذه الجبهة بشكل تدريجي المناطق الشمالية ومن ثم المناطق الوسطى، وذلك تدريجيا اعتبارا من ساعات صباح يوم الأربعاء، بحيث تعبر المناطق الشمالية يوم الأربعاء صباح يوم الجمعة وليس الأربعاء، اعتبارا من ساعات صباح يوم الجمعة المناطق الشمالية تدريجيا تمتد إلى المنطقة الوسطى مع ساعات مساء يوم الجمعة، ويكتمل عبور ذات الجبهة مع ساعات صباح يوم السبت. عبور هذه الجبهة سيكون مترافق مع رياح شديدة، موجات غبارية كثيفة، وربما تكون الحالة الغبارية الأكبر على المملكة منذ عدة وقت طويل بمشيئة الله تعالى. طبعا سيكون لنا المزيد من الوقفات حول هذه الحالة الجوية المتوقعة في المملكة نهاية الأسبوع الحالي بمشيئة الله تعالى. بالعودة للأحوال الجوية هذه الليلة في العاصمة الرياض درجة حرارة 20 درجة مئوية، هناك اعتدال تام في الأجواء والأجواء صافية بوجه عام. توقعات الأحوال الجوية خلال ثلاثة أيام القادمة، إذن غدا 34 درجة مئوية في ساعات النهار، الأجواء حارة حقيقة في الرياض، والصورة 18 درجة مئوية، تراجع في درجات الحرارة يوم الأربعاء تصل إلى 30 درجة مئوية في ساعات النهار والصورة 17، مع معقاء الأجواء مائلة للحرارة، ارتفاع من جديد على درجات الحرارة يوم الخميس تصل إلى 32 درجة مئوية في ساعات النهار والصورة 21. نتوقع المزيد من الارتفاع يوم الجمعة قبل أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تام ويحدث انقلاب على الأجواء اعتبارا من مساء يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. الآن نستعرض معكم درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الثلاثاء والصغرى ليلة الثلاثاء على الأربعاء في مدن ومحافظات المملكة. سنبدأ ذلك من الشمال، في سكاكا 26 إلى 14، على 24 إلى 12، وفي تبوك من 28 إلى 16 درجة مئوية. المناطق الغربية المملكة في مكة المكرمة 35 إلى 24، في الطائف 27 إلى 16، في جدة 30 إلى 26، وفي المدينة المنورة من 33 إلى 23 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية المملكة تكون في أبها 24 إلى 13، في الباحة 22 إلى 14، وفي جازان من 31 إلى 25 درجة مئوية. المناطق الشرقية المملكة في الإحساء من 35 إلى 17 والأجواء حارة في تلك المناطق، 32 إلى 17 في الدمام و28 إلى 14 في حفر الباطن. المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة الرياض من 34 إلى 18، في بريدة من 28 إلى 15، وفي حائل من 26 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى للقادمة حوالي 10 درجات مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة حتى الساعة. انتظرونا في المزيد من النشرات الجوية للحديث عن الموجة الغبارية التي تحت المراقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.